سلطانه، فريال وينك ما عم تبيني؟ كان عندي شغل. وهي جيتي من عند نورهان؟ لا تقولي لي انه ماتت. نشكر الله ونحمده نورهان بخير. الحمد لله. يلا خلينا نروح نشوفها. المجرم شافته؟ والله ما قالت شيء ابدا. اسماء انتبهي على الاولاد. يلا فريال امشي. نورهان خانم، ألف الحمد والشكر لك يا ربي إنك شفيتها. نورهان كل الليل وأنا قاعدة عم بدعي لك، والحمد لله دعواتي انقبلت. نورهان انت شفتي اللي سوا فيكي هيك؟ قولي لازم يتعاقب. هو يا انا شفته ما بعرف. شلون صرتي كوسر؟ صرت أحسن يا سلطانة. سلطانة جاريتك كتير مقهورة طبعا لأن هالمرة ما نجحت. أنت شو بتقصدي؟ حاجة تفتري على كوسر؟ يعني مو ملاقية غيرها تتهمي؟ شلون بتتهمي واحدة بريئة؟ أنت ما عندك ضمير بنوب؟ على طول بس بدك تأذي كل الناس اللي حواليي؟ سلطانة يا ريت تروقي. لا تصرخي، لا تعلي صوتك، هون في مرضى. ما شاء الله صرتي ملاك الرحمة. انتي من امتى بتحسي بالناس او بوجعهم؟ طول الوقت عم تظلمي الناس. الكل بيقول عنك مفترية. سنبل ست فريال، خدوها للسلطانة هيام من هون فورا وبسرعة. لو سمحتي طولي بالك. سلطانة خلينا نمشي. تفضلي سلطانة. يلا